إنه حلم تحقق، أشتغل عليه منذ 8 سنوات، والذهبية أهديها للجزائر. هكذا وصفت إيمان خليف شعورها وهي تحط على أرض بلدها متوجة بالذهب. في كل منازلة كنت أفرح أن أبين الأداء وقوة المرأة، وخاصة المرأة الجزائرية. وأنتم كما تعرفون الحملة الشرسة اللي كنت متعرض لها، الحمد لله أنا الشعب زاد دعمني. نجاح إيمان خليف شارك فيه مدربها محمد شعوة، الذي أكد أن ما يعيشه حالة لا يميز فيها بين الحلم والحقيقة. مسار رياضي كلل بميدالية ذهبية أتى بعد سجال وجدل وسياقات دولية وإنسانية صعبة. هذه الميدالية ميدالية الشعب، ميدالية الكرامة، ميدالية النيف، ميدالية اللي انضرت كاع الناس انضرت فيها، العائلة تاعها، لونتوراج تاعها، الشعب. الشعب عبر على الغضب تاعو، عبر على الدعم تاعو الإيمان. أنا كنت أكبر إنسان اللي حاس بالفرحة، واللي حاس أني لحد ساعة أني حاس روحي في حلم. أني راقد ساعة في اليوم راني حاس روحي راني في حلم. بدورها البطلة كيليان مور صاحبة الميدالية الذهبية في تخصص الجمباز صنعت الحدث، وأعادت حسب رياضيين جزائريين السجال واسعا حول واقع الرياضة النسائية في الجزائر وسبل تطويرها ودعمها. الميدالية الذهبية التي حصدتها الملاكمة إيمان خليف وفي تخصص الجمباز كيليان مور تعيد إلى الواجهة طرح موضوع واقع وتحديات الرياضة النسوية في الجزائر ومدى الاهتمام بها رياضيا واجتماعيا. جهيدة رمضاني، الحرة، الجزائر. وللمزيد معنا من الجزائر العاصمة بالكبير نور الدين الصحفي الرياضي. سيد نور الدين، مرحبا بك معنا في هذه الساعة. يعني في البداية أنا لست سلبيا، ولكن ألا ترى أن الجزائر قادرة على جلب المزيد من الميداليات بمواهب أبنائها؟ أهلا، السلام عليكم. ثانيا بخصوص سؤالك بخصوص ما إن كان بإمكان الجزائر جلب ميداليات، أعتقد بأنه كان بإمكان الجزائر أن تحقق ميداليات، على الأقل ميدالية أخرى، يعني مقارنة ب3 ميداليات اللي ادتهم. ممكن دريس مسعود في رياضة الجيدو كان واحد من أبرز المرشحين على الأقل للتواجد في البوديوم، لكن بسبب القضية الفلسطينية، وتعرف جيدا كيف يفكر الجزائري وكيف هي علاقة الجزائر بفلسطين، فضل الانسحاب على مواجهة منافس من الكيان الغاصب والغاشم، وفضل التضحية ربما ب4 سنوات مقابل وفاء للقضية الفلسطينية ووفاء لمبادئ الجزائر. طيب، وصلت هذه الفكرة، ولكن اليوم ماذا يمثل هذا الإنجاز على الأقل، هذه الميداليات التي تقلدتها الجزائر في هذه الاحتفالية العالمية الكبيرة الأولمبياد؟ أولا فيما يخص ما تمثل هذه الميداليات، الميداليات التي حققتها الجزائر حققتها ربما ميداليتين ذهبيتين في اختصاصين غير متعودة الجزائر أنها تنال فيهم، لأن يعني الملاكمة النسوية لأول مرة والرياضة الجمباز لأول مرة، لأنه كيليان مور صاحبة أول ميدالية للجزائر في هذه الأولمبياد كانت حققت الميدالية في الجمباز رغم صغر سنها، لم تبلغ بعد سن 17 سنة. في الجانب المقابل إيمان خليف بعد كل ما حدث لها، بعد كل حملة التنمر العالمية التي وقعت لها، اليوم تتعرف جيدا المجتمع الغربي من كثرة الاختلاط أصبح لا يفرق بين الرجل والمرأة، لذلك وقع عليها كل ذلك الضغط. أعتقد بأنه أقوى وأهم ميدالية بالنسبة لي نالتها الجزائر، رغم أنها كلها ميداليات شرف لنا كجزائريين، سواس جاتي ميدالية برونزية كنمور، لكن ميدالية إيمان خليف تحس في الجزائر وكانها منازلتها كانت عبارة عن مباراة كرة قدم، وكانها مباراة منتخب وطني جزائري لكرة قدم، كان في حماس كبير، رغبة في أن تنال إيمان خليف هذه الميدالية. بناء لهذه الميدالية ممكن أنها تفتح باب أمام رياضيات جزائريات أخريات يريدن ممارسة، أو أمام جزائريات أخريات يريدن ممارسة رياضة الملاكمة. أنت تعرف مجتمع جزائري مجتمع محافظ، حتى هي لما تحدثت قبل فترة قليلة قالت بأنه الوالد تاعها ما كانش حابها أنها تمارس رياضة الملاكمة، لأنه ماهيش من أعراف ومن عادات وتقاليد المجتمع الجزائري أنه بنت تلاكم. لكن اليوم
إيمان خليل فتحت باب أمام العديد من الجزائريات التي يريدن ممارسة الرياضة، فتحت الباب أمامهن اليوم إيمان خليف بنالها للميدالية الذهبية، رغم كما قلت في البداية حملة التنمر العالمية التي قادها دونالد ترامب وإيلون ماسك وكل شخصيات سياسية وشخصيات مرموقة وشخصيات عالمية كبيرة، لكن الله دائما مع الحق. طيب، فيما يتعلق بباقي الدول المغاربية، أنت صحفي رياضي وراقبت كل هذه المنازلات، ماذا تمثل أيضا هذه الميداليات للمغرب وتونس كذلك؟ ألا ترى أنه كان من المفترض أن تحقق على سبيل المثال تونس والمغرب عددا أكبر أيضا من الميداليات؟ نعم، شأن تونس، شأن بالنسبة لتونس والمغرب شأنها شأن الجزائر، كما قلت كان بإمكان أفضل مما كان، لكن الآن هذا ما تحقق. ولما نعود للتاريخ، بلدان المغرب العربي هي المتفوقة في الميداليات تاريخيا مقارنة ببلدان المشرق العربي، ولما نتحدث على كل الميداليات العربية في التاريخ، نحن لسنا لما تحكم كل الدول العربية، نحن لسنا بقيمة مثلا الولايات المتحدة في الألعاب الأولمبية اللي نالت 124 ميدالية في آخر أولمبياد. لذلك تعودنا أن البلدان المغاربية تحقق في كل مرة 3 ميداليات، 4 ميداليات بالنسبة لكل طيب بلد، في سيد أقصى سيد حد. اها طيب وضحت. سيد الكبير كذلك، ما الذي ينقص اليوم يعني بعد هذا الإنجاز الجيد بحسب ما وصف، ما الذي ينقص الجزائر، ما الذي ينقص دول المغرب العربي الأخرى كأرضية صلبة لهذا النوع من هذه الرياضات الفردية تحديدا التي يبدو أنها هي التي تحقق الإنجازات؟ نعم، ينقصها مثل ما قلت أنت قبل قليل، ينقصها اهتمام أكثر، لأنه في بلدان المغرب العربي أنت تعرف جيدا بأن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية، هي الرياضة الأم، الرياضة رقم 1، الرياضة التي تنال أكبر دعم مالي من سلطات بلدان المغرب العربي، في قلة اهتمام إن استطعنا قول ذلك بالرياضات الفردية الأخرى، الملاكمة، الجمباز، السباحة، وكل الرياضات الفردية الأخرى فيها قلة اهتمام. حتى الرياضات الجماعية الأخرى مثل كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة فيه اهتمام قليل مقارنة بكرة القدم. لذلك أعتقد بأنه واجب اليوم على البلدان المغاربية أن تلتفت أكثر إلى هذه الرياضات ما دام أنها تحقق لها المجد أكثر مما تحققه كرة القدم. اليوم المنتخب المغربي هو المنتخب اللي حاز على ميدالية برونزية، هذا لأول مرة في تاريخ المغرب العربي، ثالث أو رابع مرة في تاريخ إفريقيا، لأنه يعني منتخب نيجيريا سبق له وأن توج بالميدالية الذهبية عن وضحت. قارة في ألعاب أتلانتا سنة 1996 نعم، بقيادة جيل كانو وغيرهم من اللاعبين لما توج بالميدالية الذهبية. اليوم على الدول المغاربية أن تلتفت أكثر للرياضات الفردية نعم، لأنها وصلت هي الفكرة. المشكلة المعذرة، انتهى الأولى. الوقت، ولكن أشكر شكرا جزيلا السيد الكبير نور الدين الصحفي الرياضي، كنت معنا من العاصمة الجزائرية، شكرا على مشاركتك لرأيك.